يطمن الكابتن حسام على مركز حراسة المرمى. النهاردة حسين السيد يقول لا أنا ما كنتش أقعد المسافة دي كلها أو المدة دي كلها، لا أنا إذا كان أيمن أشرف هيجي أو ما يجيش أنا موجود في النادي الأهلي يأدي. النهاردة هتطمن نجيب ورامي ربيعة إن النادي الأهلي حتى لو ما جابش سردباكات هو مطمن لوجود أربعة من أحسن السردباكات في مصر. النهاردة هتروح لمحمد هاني هيأكد. محمد هاني على فكرة واحد من اللي يعني من وجهة نظري إن صعب جدا إن هم يقعدوا، الله يكون في عون الكابتن حسام في فكرة إن محمد هاني أنا شايفه إنه بقى أنا شايفه أحسن ذكريات موجود بقى عنده نضل. من ما شاء الله لياقة بدنية عالية جدا وخبرة كبيرة جدا وناحية هجومية قوية جدا. الناحية الدفاعية بس سنة عايزة تتظبط فيما يخص التغطية وطبعا خبرة أحمد فتحي عالية في الحتة دي، لكن محمد هاني واحد من أحسن الباكات رايت في مصر زي ما أنتوا بتقولوا. فبالتالي أكرم توفيق النهاردة نزل مباراة سموحة أو نزل مباراة النصر للتعدين تحديدا، قال للعيبة بقول لكم ايه سيبوني انا 20 دقيقة، اللعيبة بتقول له اقف قال لهم لا اقف ايه ابقى اقعد اجري ال 20 دقيقة، وقعد يجري فعلا ال 20 دقيقة دفاع وهجوم، الراجل ما بيلعبش خالص. فبالتالي انت النهاردة اكثر استقرارا، تعرف تقف تحاول تقلد او مش تقلد تاخد من حسام عاشور اللي بيعمله، اقدر اغطي ازاي على الباك رايت، اقدر اغطي ازاي على الباك ليفت، اقدر ازاي ادخل في حضن رامي ربيعة ومحمد نجيب. انا عايزك تعلق على طبعا ما شاء الله الـ الـ ما شاء الله عليه طبعا ايمن دريش تحديدا كابتن ايمن طبعا ما شاء سمير. الله لا يعني بص الاحماء بتاعه كمان يا كابتن احماء طبيعي، وكابتن سمير خاسس كمان اهو وطبعا بص كده كده هيحبك قوي لو كلمته. لا لا هو كابتن هو عايز يرجع يلعب بان في التلفزيون تخيط يقول لي لا والله ده انا خاسس جدا. هو دايما تقابله في الحقيقه تلاقيه فعلا خاسس قوي، لكن التلفزيون طبعا بيتخن شويه احنا عارفين، لكن موهوب جدا. لا موهوب طبعا جدا طبعا يعني طبعا. هوريك مواقف معينه ممكن ما يجريش سبرنت طويل، لكن من وهو في مكانه عنده خبرات بيعرف، وعنده بقى سنس كمان سنس لعيب كوره يعني يعرف اللعيب ده من بعيد هل هو صادق في الوقعه ولا مش صادق. اسلوبه كمان بطريقته مع اللعيبه هو هادي يا رب بس ما نحسدوش ما نحسدوش النهارده ويطلع في المباراه لبر الامان ان شاء الله. فالمكاسب النهارده كبيره جدا يعني، ياخدها الكابتن حسام البدري وياخدها اللعيبه، يكسبها اللعيبه ويكسبها جمهور النادي الاهلي انه يطمن على فرقته، وفي الاخر تريح التيم الاساسي لمباراه القطن المصيريه اللي النادي الاهلي هيدخلها ان شاء الله باذن الله وياخد تاني المجموعه. وخد بالك انت هتاخد تاني المجموعه ورايح لمين؟ انت رايح للترجي او صن داونز، فانت يا اما واخد يعني قصه ثانيه حامل اللقب السنه اللي فاتت صن داونز، يا اما واخد واحد من الفرقه المرشحه بقوه انها تاخد البطوله. قصه ثانيه يعني، فيبقى انت يعني عايز تطمن. اكيد اكيد كابتن سمير برضو لو تحب تضيف طبعا من مكاسب النهارده للكابتن حسام بدري. مكاسب المباراه النهارده الكابتن حسام البدري، رقم واحد الصفقات. انت بتثبت لمصر كلها مجلس اداره جهاز فني كل القائمين على النادي الاهلي في الاختيارات اللاعبين ان انت الصفقات كلها ناجحه.